تعيش فرنسا أجواء صعبة وسط أزمة اقتصادية وتضخم يزداد يوما بعد يوم وصعوبات حياتية للفرنسيين بسبب ارتفاع الأسعار. قبل بداية كأس العالم بقطر ظهر جدل كبير بمناسبة منع بعض المدن الفرنسية على غرار باريس ومارسيليا بوضع شاشات لجماهيرها العاشقة للساحرة المستديرة كما جرت العادة في مباريات كأس العالم، وذلك بسبب إجراءات ترشيد الطاقة. بعض الصحف الفرنسية أكدت على أن هذا المونديال لن يشهد نسبة حضور كبيرة كما جرت العادة في مثل هذه الاحتفالية الرياضية الكبرى لأسباب اقتصادية بحتة. بالفعل سيقل عدد المشاهدين لكأس العالم هذا العام، وفي هذه المرة سيكون العدد محدود، وأعتقد أنه سيكون بسبب الأزمة الاقتصادية. وبصفة مدرب كرة قدم أدرك أن هناك كثيرا من الناس يريدون الذهاب، ولكنه ليس إجباريا لأن مشاكلنا ومصاريفنا قد زادت بصورة كبيرة، وأعتقد أنها مناسبة من أجمل المناسبات، ولكن ليس لدينا خيار آخر، ولهذا يجب توفير الإمكانيات للتمتع بأجواء المونديال وتشجيع منتخبات بلادهم من أي مكان. وأرجعت بعض القنوات الإخبارية بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تداعيات الحرب الأوكرانية موجهة انتقادات لموعد إجراء البطولة، حيث إن هذا التوقيت من العام يكون الناس في أعمالهم ويصعب عليهم التنقل، وأسباب أخرى منها غلاء أسعار تذاكر الطيران. هذا وتبقى الجماهير الفرنسية العاشقة لكرة القدم ستحاول التوفير والترشيد من مشترياتها لحضور المونديال رغم كل هذه التحديات. يبقى السؤال، رغم كل المعاناة بسبب الأزمة الاقتصادية، هل تستطيع الساحرة المستديرة صاحبة العشق الأول في قلوب الجماهير الفرنسية بجذب الملايين من كل مكان في العالم والذهاب إلى قطر لمتابعة المونديال رغم كل شيء؟